هذه المسيرة التي تقول آمين بالنسبة للمؤمنين هي تتويج لمجهودات جبارة وليس الترويج لسلعة، لسلعة حضور موقوت مظروف مسقوف بزمان وفي مكان. نحن الآن نحضر تتويجا لجهود قام بها المؤمنون، والآن يتوجونها بحضورهم الشاهد المسؤول دفاعا عن قضايا الأمة واهتماما بها ونصرة للمستضعف. الاستكبار طغى وتجبر، ولا يملك المستضعفون بداية إلا أن يرفعوا أكف الضراعة لله عز وجل وأكف الغضب في وجه المعتدي الغاشم الصهيوني والأمريكي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الخطوات وأن يجعلها هجرة إلى الله ورسوله وأن يجعلها خروجا في سبيله، لا أشرا ولا بطرا ولا حبا للظهور، ولكن جهادا في سبيله بالكلمة بالشعار بالشعور بكل معاني الحب بكل معاني الغضب، الحب لله ولرسوله ولأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغضب على أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الانطلاقة، هذه الشرارة، هذه القطرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل غيثه هاطلا إن شاء الله، وأن يكون البداية إن شاء الله قطرة يعقبها من الله سبحانه وتعالى التأييد بالنفحات وبالرحمات وبالبركات. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. كنشوف سبحان الله العظيم المسيرة كلها، كنشوف البداية ديالها والنهاية ديالها فين غادي تكون، وإذا به كنشوف السماء انشقت نصفين ونزل منها مطر كالبرق، ثم شاهدت نزول الملائكة وهم عدد كثير، عدد كثير جدا، وشاهدت سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام يغطي المؤمنين المؤمنات بجناحه، وكان هذا الجناح هذا فيه نور قوي لا أستطيع وصفه. كنشوف سبحان الله العظيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وعلى الرأس ديالو عمامة سوداء طويلة جدا، فألقاها على الإخوان، وهذاك الجناح ديال أرجع الى المشاهدة، ذاك الجناح ديال سيدنا جبريل. بعدو كنشوف كنسمع هاتف كيقول جناح سيدنا جبريل يضل المؤمنين والمؤمنات من الحرب بأمر من الله عز وجل، بأمر من الله
عز وجل. أما سبحان الله العظيم في الوسط في وسط المسيرة وحنا غادي بدات المسيرة وانطلقت المسيرة كنشوف سيدي عبد السلام مع حفظه الله مع الشيخ ياسين رحمه الله تعالى ومع أولياء الله عز وجل وهما جايين مع شهداء اللي باقي الدم كينزف منهم إلا أنه كيعطي واحد الرائحة طيبة 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 جدا. وشفتهم سبحان الله العظيم الشهداء وكان على كان على رأسهم سيدي أحمد ياسين والغريب في الأمر أنه يمشي كان في الدنيا مقعد ولكن في هذه الصورة هذه في هذه المشاهدة كنشوفه كيمشي. خرجت جماعة العدل والإحسان بمشاركة جميع الفروع والمدن من أجل أن تلبي نداء الأقصى ونداء الفلوجة نداء الشعبي العراقي والفلسطيني اللذين يتعرضان للإرهاب الأمريكي والإرهاب الصهيوني. في حين تلاحظون بأن المكونات الأخرى التي تم الاتفاق معها على تنظيم هذه المسيرة كان حضورها باهتا وضعيفا مما يدل على أن هذه المكونات فقدت شيئا كبيرا من مصداقيتها الشعبية ونحن نتأسف عن ذلك لأننا في مرات كثيرة كنا ننسق معها ولكن لا تقوم بواجبها في التعبئة. وهذه المرة ارتأينا أن تكون مسيرتنا واضحة ومتميزة حتى نبرهن بأن المصداقية للحركة الإسلامية في هذا البلد. المسيرة تعبر على رسالتين، رسالة على المستوى العالمي للغطرسة الأمريكية الإمبريالية يعني الساحقة للشعوب على أن كاين هناك غضب شعبي، وجماعة العدل والإحسان بما أنها ضمير هذا الشعب الكريم الشعب المغربي فإنها تعبر على الغضب الشعبي، وهي حقيقة ليست إلا تعبير بالصورة والكلمة ولكن للصورة والكلمة الواضحة ما لها في عالم يؤمن بقوة الصورة وبقوة الكلمة. على كل حال فالقطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان باعتباره جزء من هذه الجماعة ويهتم بالشأن العام للأمة يعني من اهتماماته والشأن العام